يواصل مهرجان القلعة للغناء فعاليات دورته الثلاثين، والتي شهدت إقامة حفلين متتاليين قدمت خلالهما مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية. المهرجان حقق شعبية واسعة بفضل تنوع وثراء محتواه، فضلا عن تركيزه على منح الفرصة للمطربين الشباب الواعدين. وسط حضور جماهيري كبير تتواصل فعاليات مهرجان القلعة للغناء في دورته الثلاثين التي شهدت يوما شبابيا عربيا تضمن إقامة حفلين متتاليين قدمت خلالهما مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية والأعمال المتنوعة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التراثية الشعبية الممزوجة بالموسيقى الحديثة. أنا مش أول مرة أشارك في المهرجان، بس بنبسط جدا وبيبقى عزيز عليا عشان بحس انه هو مهرجان مختلف قوي ويضم اعمار مختلفه من الجمهور، وبنحب نتواجد على طول. يعني مهرجان القلعة استطاع تحقيق شعبية واسعة بفضل تنوع وثراء محتواه، فضلا عن تركيزه هذا العام على منح الفرصة للمطربين الشباب الواعدين. مهرجان جميل، ودي تاني سنة انا احضره، وحضرته السنة اللي فاتت. اختيار المطربين مميز، لان هما دول المطربين اللي المفروض يرتقوا بالاغنية بدل المطربين اللي احنا بنشوفهم. أنا مبسوط جدا بالمكان، ومبسوط بالشباب اللي بيجي يحضر ويهتم بحاجة زي كده، وحدث ثقافي جميل، وفي مطربين من بره مصر، وده شيء برضه جميل، فأنا مستمتع تماما يعني، والجو كمان جميل قوي يعني. الحفلة جميلة جدا، والتنظيم كويس، ولا الجو حلو، مفيش أي حر، مفيش أي تزاحم، المطربين كويسين جدا، وطبعا أسعار الحفلات رخيصة جدا مقارنة باللي احنا بنشوفه من أسعار حفلات اليومين دول، وتنظيم جميل. المكان جميل جدا، وحتى الأريا نفسها معمولة في مكان كويس، وكمان سعر التيكت كويس جدا، مناسب للناس يعني. حتى دي حاجه فرحتني، ان في ناس كتير بتبقى محتاجه تفرح اهالي، فرح ولادها وكده، بتبقى مثلا اسره ولا حاجه بسيطه محتاجه تفرح، فحاجه زي كده بتيكت ب 20 جنيه هيقدر يخرج هو واهله، هيبسطوا كلهم، وبتبقى زي ما انت شايف الاجواء كلها كويسه والناس كلها مبسوطه الحمد لله يعني. لا واكشلي الاغاني حلوه جدا، الكوليكشن بتاعها حلو، والمطربين ان هم بينوعوا كل سنه، فلا اكشلي دي حاجه حلوه جدا، وخصوصا بيهتموا بان هم يجيبوا مغنيين شباب، وبالاخص ان الشباب كلها مستمتعه مع الاغاني ديت زي النهارده دينا الوديزي، فلا اي ثينك حلوه جدا صراحه. فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء التي تضم 42 حفلا متنوعا اتسم هذا العام بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.